يقول بعضهم، وهذا سؤال تكرر، يقول بعضهم يقول إننا يجب أن نعذر من عبد الله بجهل وعبد معه غيره لأنه فعل ذلك وهو الذبح وهو لا يعلم أنه عبادة. ما يسمع القرآن يا أخي، ما يسمع القرآن اللي ينهى عن الشرك ويتوعد عليه، ما يسمع المحاضرات، ما يسمع الدروس اللي تذاع الآن وتبث، كيف يكون جاهل؟ ما هو بجاهل هذا، لكن لا يريد، يريد أن يبقى على ما هو عليه. قامت عليه الحجة، لو كان ما سمع شيء أبدا منقطع ولا سمع شيء يقال هذا من أصحاب الفترة، الله أعلم به يوم القيامة، لكن يسمع القرآن، يسمع الأحاديث، يسمع التوحيد والدعوة إلى الله ويقول أنا جاهل. إلى متى الجهل؟ نعم، الجهل في الذي لم يسمع شيئا، هو اللي المنقطع عن العالم، هو اللي يقال أنه جاهل. نعم.